بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله كوكيز القهوة او بسكويت القهوة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وشكل وطعم حلو جدا 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 زي ما انتوا شايفين. شكلها رائع وتحفة وكمان دايبة حلوة جدا جدا جدا، خاصة في الشتاء تقدميها بقى جنب قهوة، تقدميها جنب كابتشينو، شاي، اي حاجة انت عايزاها. اتفضلوا معايا القهوة، تابعوا معايا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا اول حاجة هنا معايا في المقادير نص كوباية من الزبدة. زبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، دي كانت ساقعة معايا شوية فاضطريت اقلب فيها كتير قوي بالمضرب لحد مساحة معايا او قوامها بقى شبه كريمي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتسهل عليكي كتير لو بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده ضفت عليها نص كوباية من السكر بودرة، معاكي من نص كوباية لكوباية الا ربع على حسب رغبتك في السكر. قلبتهم مع بعض كويس جدا جدا لمدة 3-4 دقايق بالمضرب اليدوي لحد ما القوام بقى كريمي زي ما انت شايفة كده. بعد كده هبتدي اضيف عليها بيضاية او صفار بيضاية على حسب رغبتك، بس انا لما ضفت البيضاية كلها ادتني نتيجة هايلة وممتازة، ما كانش فيها اي مشكلة. هبتدي برضو اقلب البيض مع الزبدة والسكر لحد ما يديني قوام متماسك او البيضاية تختفي مع السكر والبيض والزبدة لونها يفتح زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتاخد مني شوية ضرب، لو عندك عجان تقدري تعمليها في العجان بس هي مش مستاهلة لانها بسيطة جدا. بعد كده جبت معلقتين كبار من النسكافيه دوبتهم في معلقتين من اللبن الدافي زي ما انت شايفة بالشكل ده. هبتدي انزل بيهم على الخليط اللي موجود معايا، الزبدة والبيضاية والسكر. يفضل طبعا ان القهوة اللي هتستخدميها تكون قهوة سريعة الذوبان، مش هينفع قهوة من العادية لان هي هتبقى محببة، وحتى لو خدتي الخلاصة بتاعت القهوة اللي هي المية بتاعت القهوة بعد ما تغليها هتديكي طعم فيه مرارة شوية، فيفضل القهوة سريعة الذوبان. بعد ما حطيتها على المكونات اللي معايا ودوبتها كويس او قلبتها كويس لحد النسكافيه ما اختفى معاها، هبتدي اضيف كوباية وربع من الدقيق وعليهم كمان تلت كوباية من النشا فيما يعادل تقريبا 3 معالق، وعندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعندي كمان رشة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ضروري جدا البيكنج باودر يبقى حاجة بسيطة زي رشة كده، ما تزوديش ابدا في البيكنج باودر لان هيخلي البسكوتة تفرش منك في الفرن ومش هتديكي الشكل المرغوب اللي انت عايزاه. هبتدي بقى اقلب المكونات كلها مع بعض زي ما انت شايفة تقليب مش عجن. اول ما احس ان مش هينفع لازم ادخل ايدي هبتدي اشيل العجين بتاعي من الاسباتيولا وابتدي بايديا، بس مش هعجن، انا بايديا هلم زي ما هتشوفي دلوقتي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هفضل الم في العجينه لحد ما تجهز معايا وتبقى بالشكل ده. هبتدي اركنها على جنب لمده حوالي 10 دقايق ترتاح قبل ما ابتدي اشكل فيها. بعد حوالي 10 دقايق او 5 دقايق جبت العجينة بتاعتي وعملت كده شكل اسطواني في ايديا، وابتديت اقطع قطع متساوية علشان البسكوت كله يطلع معايا نفس الحجم. طبعا ضروري جدا ان يكون كله نفس الحجم علشان الشكل طبعا حاجة مهمة جدا، بس طبعا في الاخر يرجع حسب رغبتك، عاوزاه كبير عاوزاه صغير زي ما تحبي. هخلص كمية الكوكيز اللي معايا كلها وهوريكم شكلها قبل ما نبتدي نشتغل في المرحلة اللي بعدها، بس طبعا هلفها بايديا شكل اسطواني زي ما انت شايفه كده. خلصت الكميه اللي موجوده معايا كلها، وبعد كده هبتدي اجيب سكينه وهفتح فتحه بسيطه جدا في قلب البسكوته، مش هتوصل للاخر ومش هتوصل للاطراف، هتكون الفتحه في النص ومش واصله لقاع البسكوته، حاجه كده ضغطه خفيفه جدا بالشكل ده. طبعا في المرحله دي انا مسخنه الفرن عندي على درجه حراره 180، هدخل البسكوت بتاعي لمدة من 12 ل 15 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنك، ما تسهيش عنه علشان ما يتلسعش منك، ما بياخدش وقت طويل ابدا. خلاص البسكوت بتاعي او الكوكيز بعد ما خرج من الفرن زي ما انتوا شايفين شكله رائع والريحة حاجة فظيعة قلبت البيت كله. طبعا انا هقدمها بقى مع القهوة، طبعا الشتا بيحب جدا جدا البسكوتات والحاجات دي بقى بالليل والدنيا ساقعة. زي ما انت شايفة التسوية مظبوطة، شكلها مظبوط جدا جدا، بس هي كانت لسه طريه حاجه بسيطه لان هي كانت لسه خارجه من الفرن
طازة، انت هتسيبيها براحتها على الرخامة لحد ما تنشف. تفضلوا معي القهوة كمان مرة. يا رب تكون طريقتي في البسكوت القهوة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسينيش في الشير واللايك والسبسكرايب، وشكرا لكم. سلام عليكم.